بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه انا اسمي اسلام حافل، اول مره تخش عند القناه مش تخسر حاجه، يعني لو عملت لايك اعمل سبسكرايب للفيديو، الموضوع ما فيهوش اي ضغينه. لو انت الفيديو ما عجبكش قول لي ليه الفيديو ما عجبكش، الموضوع عادي جدا سهل وبسيط. اما لو انت مشكلتك معايا عنوان الفيديو ملخص تحليل المباراه، فانا بكلمك في ملخص تحليل المباراه بتاع الزمالك وادي دجله النهارده، ما بكلمكش في حاجه بعيده عنهم، فالموضوع ما فيهوش اي كذب او زيف في العنوان. بص، النهارده كانت مباراه مفترض ان هي مباراه صعبه جدا، مباراه كانت صعوبتها ان لعيبه الزمالك جايه مرهقه بدنيا من مباراه زي سموحه في كاس مصر 120 دقيقه، الموضوع جهد بدني كبير جدا على اللعيبه قبل مباراه سموحه، كانوا بيلعبوا كل 3 ايام مباراه، فاللعيبه اساسا كانت خلصانه قبل ال 120 دقيقه دي. فجاه يلا يا جماعه نلعب مباراه وادي دجله، والموضوع كان مرهق جدا ان انت تيجي من اسكندريه عشان خاطر تلعب في القاهره قدام وادي دجله وبعدها ترجع تاني اسكندريه عشان تلعب مع حرس الحدود، فالموضوع كان مضطر فيه جيمي باتشيكو ان هو يضحي بلعيبه في المباراه بتاع وادي دجله، فاختار ان هو يريح علاء ويريح حسن اوباما. لما رايح علاء ويريح اوباما بدا يبقى عندك مشكله في نص الملعب، ويبقى عندك مشكله كبيره جدا في اللعيب اللي بيزيد من تحت في الكره الثابته. محمود علاء قيمه ثابته جدا في الكرات الثابته بالنسبه للزمالك، ضربات ثابته، ضربات ركنيه محمود علاء بيكون نمبر 1 فيها، والراجل بيحرز اهداف كبيره جدا فيها، فمفترض ان انت خسرت سلاح هجومي وسلاح دفاعي وغير لعيب بالصنع لعيب يوسف اوباما، غير اساسا غياب فرجاني ساسي ان انت بتحاول ان انت تلعب امام عاشور شويه، لا امام وقوف النهارده فهلعب محمد حسن تحته برضه وهغيره في الشوط الثاني وهنزل مكانه اسلام جابر عشان دي تغييره معتاده، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم ننتبه فيها في البدايه مع جيمي باتشيكو. باتشيكو مش من نوعيه المدربين اللي بيهمي كل حاجه علشان خاطر يحرز الهدف الاول ويحرز الهدف الثاني وبعدها يلا يا جماعه نجيب الهدف الثالث، لا جيمي باتشيكو من المدربين اللي بيحبوا جدا ان هم يقسموا 90 دقيقه، ما عندوش اي مانع خالص ان هو يسيب 30 35 دقيقه للفرقه المنافسه بتاعته وتلعب اللعب اللي هي عايزاه في مقابل ان اللعيبه بتاعته يكون عندهم جهد بدني كويس يكملوا الدقيقه 90، ودي حاجه احنا شفناها الشوط الثاني. الزمالك اخر 20 دقيقه كان واقف على رجليه، الموضوع كان سهل جدا وبسيط، الراجل بيقسم الجيم كويس، الراجل عارف كويس قوي امتى الوقت اللي يسيب فيه الكوره وامتى الوقت اللي يحتفظ بيه بالكوره. لو انت اتفرجت على دجله هتعرف حاجه كويسه قوي، فرقه بابا فاسيليوس فرقه كويسه جدا بتحب تلعب كره على الارض من رجل لرجل، عندهم نص ملعب كويس زي عبد العاطي وزي احمد سعيد ومحمد رضا، عندهم نص ملعب كويس جدا، وعندهم كمان اثنين محترفين ممتازين جدا زي عبد الكبير الوادي ورفيق كابو، الاثنين دول ممكن يجروا للصبح وبالذات رفيق كابو. المشكله بالنسبه لهم ان الموضوع برده بدني بحت، لو انت سبتهم 40 45 دقيقة او حتى 30 دقيقة يمسكوا كورة هيقعدوا يباصوا من رجل لرجل ويعملوا احلى كورة ممكن تشوفها في حياتك في الدوري المصري، بس الكورة دي عندها مشكلة انها ممكن يقعدوا يباصوا في نص الملعب وما يوصلوش تماما لمنطقة جزاء المنافس ومنطقة جزاء الخصم، هما بيباصوا في 20 25 متر، وال 20 25 متر المهمين جدا الزمالك بيكون عامل ستارة وبلوك عليهم علشان خاطر ما ينفعش انك توصل للمنطقة دي، دي المنطقة المحظورة للاعيبة وادي دجلة، فوادي دجلة بيقعدوا يباصوا في نص الملعب بس انما في الشكل الهجومي ما بياخدوش فرص ولا بيضيعوا فرص كتير، فممكن تلاقي ان دجله عامل استحواذ الشوط الاول بس مع ذلك دجله ما جالوش ضربات ركنيه، دجله ما ضيعش كور غير الكوره اللي كانت في البدايه اللي بيقدر رفيق كامبو ان هو ياخدها من ورا محمود حمدي الونش وبيقدر محمد ابو جبل يتصدى لها، غير كده لو دورت على فرص ورا دجله الشوط الاول برغم ان هم كانوا مستحوذين مش هتلاقي اي حاجه. اما الشوط الثاني فبصراحه كانت تغييرات منطقيه جدا وتغييرات كنت مستنيها من جيمي باتشيكو، يلا جالك الشوط اللي انت بتحبه والوقت اللي انت بتحب ان انت تهاجم فيه، نزل اوناجو، كانت فكره ممتازه جدا انك تنزل محمد اوناجو بدل مصطفى فتحي، مصطفى فتحي برضه لو قعدت تركز تكتيكيا هتلاقي ان الدور اللي بيلعبه مصطفى ما يقدرش عليه حاليا، مصطفى لعيب لسه راجع من اصابه، الموضوع بالنسبه له صعب قوي ان هو يرجع يدافع وبعد كده يطلع يهاجم تاني، وراح حازم امام مفترض ان هو يسنده بعد اصابه حازم، بقى احمد عيد موجود وبقى كمان محمد نجم موجود مكانه، ونجم طبعا قيمه ثابته جدا وبالذات العرضات اللي بيلعبها مصطفى محمد، شفنا مصطفى الشوط الاول كان بينزل كتير جدا نص الملعب وده بيأثر على خطوره مصطفى، خصوصا ان كاسنجو حتى لما بيضم لجوه ما بيبقاش فيه نفس الفعاليه بتاعه مصطفى، فالشوط الاول كان شوط لا يذكر لنادي الزمالك، شوط سيء جدا برغم ان الزمالك فيه ما كانش سهل انك تجيب فيه اهداف لان زي ما قلت لك الراجل بيقسم المباراه. بدا الشوط الثاني الزمالك كان مفترض ان هو يلعب اللعبه بتاعه ويلعب عرضيات على مصطفى، مصطفى ما ينزلش تحت تاني وفعلا الزمالك بدا يلعب عرضيات والزمالك بدا ان هو يفتح الملعب باكين طايرين، احمد عيد طاير شويه وعبد الله جمعه طاير وبنلعب عرضيات كتير، بس للاسف الشديد كانت عرضيات اغلبها غلط وكان احيانا احمد سيد زيزو برده بيزودها واحده والثانيه والثالثه بدرجه غريبه جدا ما تبقاش فاهم احمد سيد زيزو عايز ايه من الكوره، عايز يعدي ولا يباصي ولا يلم ولا عايز يعمل ايه بالظبط، هو عايز يعمل كل حاجه في لعبه واحده، ودي حاجه بتبقى غريبه جدا بالنسبه لك كمشجع اللي هو انت عايز تعمل ايه يا ابني، ما تلعب السهل، هي دي مشكله احمد سيد زيزو ما هو بيحبش يلعب السهل، لو لعب السهل هيكون لعيب ممتاز جدا وهيكون واحد من احسن الاجنحه اللي موجوده في مصر، بس المشكله بالنسبه له ان عايز يعمل كل حاجه، الناس كلها اعترفت بامكانياتك مش محتاج ان انت تعمل كل ده. محمد اوناجو الراجل كان بعيد، الراجل كان بعيد فتره طويله والراجل بيرجع النهارده يا دوبك بيتلمس الملعب، المشكله بقى ان دلوقتي الفرقه بتعاني من النتائج اللي كان بيعملها كالترون، يعني شوف بعد ما الفرقه
ملاعب قدام ورا دجله اخر 20 دقيقه لعيبه دجله مستنيين يتم احراز فيهم الهدف، حتى بعد التغييرات بتاعه بابا فاسيليوس، بس اللعيبه كانت مرهقه تماما بدنيا، كانت واقعه حتى النقطه اللي احنا عايزينها في المباراه مش قادرين ان احنا نقاتل عليها، علشان خاطر احنا اتنفخنا مباريات، علشان خاطر قلنا الكلام ده من زمان، فكره ترجع تلعب 17 18 مباراه في شهر ونص او شهرين دي جريمه، بس عادي يعني عندنا باص كل حاجه بتمشي والدنيا بالنسبه لنا ماشيه موز. المباراه دلوقتي لقينا ان الزمالك ملعب اخر 10 دقايق كره عرضيه، بقى في مستوى محمد في البوكس، وبقى في عمر السعيد، وقال يا جماعه نلعب عرضيات الاثنين طوال. الزمالك لعب عرضيات، وعبد المنصف بيقدر يطلع واحده حلوه قوي من عمر السعيد، والمباراه بتنتهي 0-0. لما تقعد بقى تتكلم بعد المباراه، هل باتشيكو غلطان؟ لا باتشيكو مش غلطان. طب هل لعيبه الزمالك ما عملوش اللي عليهم؟ لعيبه الزمالك عملوا اللي عليهم. طب هل لعيبه ولا دجله عملت اللي عليهم؟ كل واحد في الملعب عمل اللي عليه، بس المشكله كلها الكوره ما كانتش مثالية بالنسبة للزمالك. الزمالك ما كانش عنده حلول مع غياب اوباما كصانع العاب، لان نفس المشكلة اللي بنتكلم فيها، ما فيش بديل لسوء اوباما، ما فيش بديل لفرجاني ساسي. فرقة عندها مشكلة في مركز 6، فرقة عندها مشكلة في مركز 8 اسف، ومركز 10، وما ينفعش ان انت تلعب بالاربعة 2 3 1 وعندك مشكلة في اللاعبين دول، فهتلاقي ان في فراغ تام في صناعة الالعاب، هتلاقي ان ما فيش ايقاع، هتلاقي ان ما فيش ريتم، فالموضوع هيكون صعب جدا بالنسبة لك، وده اللي الزمالك عانى بيه النهاردة قدام وادي دجلة. لو قعدت ان انت تتكلم على كرة اسلام جابر ان هي اللي فرقت، لا ما فرقتش يعني. الزمالك ما ضيعش كتير، ووادي دجله ما وصلش للجون الشوط الثاني، فكانت مباراه زي المباريات اللي بنشوفها للدوري المصري، مباراه للنسيان، علشان خاطر اللعيبه مظلومه والاجهزه الفنيه مظلومه وكلها منظومه ماشيه بعون الله وماشيه بالبركه، علشان خاطر عايزين نسلق الدوري ونخلصه. الله يكون في عون اللعيبه، والله يكون في عون المدربين على اللي هم بيشوفوه دلوقتي في الجدول المضغوط وفي كل العك اللي احنا بنشوفه في مصر ده. عرض لعب لجمهور الزمالك لسه في المنافسه شغاله، ما اعتقدش ان بيراميدز ممكن يعدي من الاهلي ويعدي من المقاولين العرب الاثنين ورا بعض. بيراميدز كده كده هيقع، واعتقد ان اتحاد الكره اتزنق في مباراه الزمالك في الثلاث نقط اللي خدهم من الزمالك في مباراه الاهلي، هيرجع تاني يفكر ان هو لا ما احنا رجعنا ماتش المصري والاسماعيلي ده المصري فيه ما راحش، فما تقلقش كده كده المركز الثاني مش بعيد. بس ما تهاجمش باتشيكو، ما تهاجمش اللعيبه علشان خاطر الناس بتعمل